نفس الكلام اللي انا بقوله، بتقولي المكان جميل ومنظم ونظيف والناس كلها لطيفه جدا. بشره خير دلوقتي، عايز اعرف الاجانب هيرقصوا على بشره خير ولا ما بيفهموهاش؟ لا بيفهموها طبعا، بيفهموها. هو طبعا لسه كل الرواد بتوع سوهو بيقولنا من معظم الفنادق اللي موجوده في شرم ما بيقولوا، فكلهم بيجوا بعد العشاء، فالمكان هنا بيبقى مزدحم جدا ابتداء من 9:30. يعني في سياحه؟ ابتدت الحمد لله، وخصوصا النص الثاني من اكتوبر ابتدت. النص الاولاني من اكتوبر كان ستيل ستراجلينج شويه، الاعداد مش اللي هي، بس الحمد لله السوق الروسي ابتدى يرجع بالاعداد. انا شايفه انجليز كتير برضه. طبعا الانجليز مدام ريهام، الانجليز اولا من ساعه الثوره ما فيش يوم مطار شرم الشيخ ما استقبلش سايح انجليزي، وفعلا انا من هنا من مدينه شرم الشيخ من مدينه السلام لازم نوجه لهم شكر وتقدير على ان هم وقفوا معانا في وقت الثوره، كل يوم السياحه الانجليزيه كانت موجوده. انا مبسوطه منكم انتوا كمان، ان في ظل ان مفيش سياحه، وان برضو بتبنوا وبتنظفوا وبتهتموا، ما بتقولوش اصل مفيش فمش هنعمل ومش هنسوي. هي بتعلق على ان الناس هنا خدمتهم وطريقتهم لطيفه جدا. طبعا طبعا، يعني هقول لك كلمه مشهوره جدا، وانا بقالي في مجال السياحه اكتر من 25 سنه، السياحه تمرض ولا تموت، فاحنا لازم نواكب العالم ولازم نصمد نواكب العالم، ولازم توصل رساله للعالم، ودي بنوصلها عن طريق السياح اللي حضرتك قابلتيهم. اوكي، دي احسن مسج واحسن تسويق، ان نقول للعالم مصر وشرم الشيخ بلد الامن والامان، تعالوا اتمتعوا بجوها بشمسها بشواطئها بالليالي السياحيه الجميله اللي بتتعمل في شرم الشيخ. انا بشكرك الحقيقه على المكان الجميل ده. عايزه اروح معاك الايس بار ده، بس عايزين نكلم بس الناس. You speak English? What's your nationality? From Polish. So do you speak English? Do you like it here? Do you like Egypt? Do you like Sharm el Sheikh? Egypt is okay, super. Super? So you're come again? Yes, most. Everybody, people. Everybody. So ask them to come. Everything. شفت بيقول الناس البولنديين وفي كل حته في العالم بيقول لك انا ما اعرفش اتكلم انجليزي قوي، بس عايز كل الناس تيجي. هو ده اللي احنا هنعمله، احنا هنعمل زي فيلم او دوكيومنتري او حلقات متواصله فيها كل الاجانب، بتدعو اجانب تانيين في بلادهم ان هم يجوا، مش احنا اللي هنقول، مش احنا اللي هنتكلم، هنخليهم هم اللي يتكلموا. رقم 6 على العالم في ايه بقى؟ كله الايس بار في العالم كله، في 6 ايس بار، شرم الشيخ والايس بار اللي موجود في سو سكوير ده رقم 6 على العالم. طب اشرح للناس ايه هو الايس بار؟ الايس بار هو مكان كله بالتلج. كله بالتلج. كوبايات بالتلج، الكراسي بالتلج، الديكور بالتلج، احنا داخلين دلوقتي هنبرد يعني؟ لا ما احنا هنلبس كوت طبعا. بجد؟ ماينس 10. وبتدخل تعمل ايه؟ الناس بتخش تستمتع وبتخش تقعد، ده مشهور قوي في ممكن تقعد يعني تشرب حاجه. طبعا هي الفتره اللي المسموح الناس بتقعد فيها من 25 ل 30 دقيقه. ناقص 6 ماينس 8 لماينس 10. درجه الحراره من ناقص 8 لناقص 10، وكل حاجه معموله من التلج. وده السادس على العالم في ايه؟ في العالم كله في 6 ايس بار. اوكي، ده رقم 6 في العالم كله، يعني في واحد في دبي، في واحد في انجلترا، في واحد في مصر، في واحد في مصر. اوكي، فطبعا احنا بنحاول دايما نعمل كل ما هو جديد، احنا بنحاول نثبت ان مدينه شرم الشيخ هي مدينه سياحيه عالميه، السائح هيجي فيها هيلاقي كل حاجه زي ما هي موجوده في العالم كله. احنا ازيد من ناس كتير، يعني في بلاد ما عندهاش ربع الحاجات اللي عندنا وعندها سياحه. جبت علم مصر اخيرا، بقالي يومين قاعده من غيره. مصر. Did you like it? Yes, very cold. From Britain, England.
But it's quite cold in England, yeah? It's very cold. Not as cold as that. So do you like Sharm el-Sheikh? Yeah, really nice, yeah. This is your first time? Yeah, first time. We're on honeymoon. Really? Yes. Congratulations. But this is not your last time. No. You're going to come again. Yeah, we'll definitely come again. Definitely. And bring your friends with you. Yes, bring our children next time. Yes, inshallah. Thank you very much. Thank you. بتقولي برد جدا جوه بتبشرني الحقيقة. فبقول لها طب ما انتم في انجلترا برد. قالت لي لا بس مش برد زي ده. هم المفروض ان هم لسه متجوزين. بتقولي هنرجع السنة الجاية ومعانا اولادنا. ايه نعمل ايه بقى؟ طب يلا. لازم يا جماعة تيجوا للايس بار. عجباني قوي الفكرة. ده ايه ده ده بتلج بجد. بتلج بجد. الكاميرا هتتجمد. ايه ده برد بجد. تلج بجد. الترابيزة تلج. الترابيزة من التلج. الكراسي من التلج. الديكور من التلج. الكوبايات اللي بيشرب فيها الجست من التلج. بجد الكوباية نفسها تلج. بليز يا ارض المحبه يا غاليه يا مصر ثانيه واحده ومسكها ازاي حياتك يا مصر يا ارض المحبه الفيزيت في الايس بار نص ساعه 25 ل 30 دقيقه والايس بار كل 6 شهور بيتعمل له ميلتنج وبيتعمل بيسيح بيعملوا ليه عشان ده الهايجين تلوث بقى وكده النظافة كل 6 شهور بنسيحه وبيتعمل ديكور جديد الديكور اللي قبل ده كان على هيئه تمبل اكنك داخله اوكي فرعوني كل الاستاتيوس فيه وكل الاعمده الفرعونيه كانت معموله بالتلج وكانت فيري امبرسيف بالنسبه للانجليز يعني ممكن تعمل اي حاجه ممكن تعمل بقى فرعوني ممكن تعمل اكواريومز اوكي زي ما انت شايفه اسماك وحاجات زي كده اوكي اللي موجوده ايه دي كنبه تلج استنى استنى بقول لك ايه الكنبه تلج لا فكره فظيعه فكره حلوه جدا دخلت الثلاجه بصي في دخان بيطلع لا يعني هي حاجه جديده وبقى مش متضايقين واحنا لابسين ده يعني مش بردانين ولا اي حاجه في الحر ده يبقى لطيف جدا ما بيسحش ازاي لا ما بيسحش طبعا عشان درجه الحر في الحر في الحر ده احب اقول لك ان الايس بار بيبقى عليه كيو بيبقى عليه طابور بقى طويل طابور لان بتبقى درجه الحراره 48 50 وبيخش في مكان حلو جدا طبعا بص 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 البتاعه دي تلج ده وحلوه قوي فكره ان هو بيقول ان كل شويه يعني مش هيبقى ممل يعني انا كل ما هاجي كل سنه اتفرج على ديكور جديد مش خلاص ابقى حفظت المكان ودخلت لقيت السمكه هنا فكره ان الديكور بيتجدد ده معناه ان انا ممكن ادخل الاقي كل مره ثيم معين او موضوع معين وتشز بيخليه حاجه حلوه جدا لانه اولا مزيكا ثانيا انا شايفه انها حاجه لطيفه جدا صح الايس بار طبعا عندنا في الايس كيتنج رينج والايس كيتنج رينج عندنا بنعمل مسابقات ده اللي هو التزحلق على الجليد الجليد وعندنا البولينج بولينج عندنا 6 لينز اتس الترا مودرن اتعملت عليه مسابقه الجمهوريه في البولينج واحنا وعندنا ملاعب 10 ملاعب تنس جرين سيت اعلى مستوى هارد هو سو بيدا صاحبه سو سكوير ده يعني صاحبه واحد ولا شركة ولا ملك شركة تيرانا اللي هي الشركة المالكة لمجموعة سافوي جروب العالمية ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ عماد عزيز برافو عليه والله هي دي أفكاره كلها بقولك برافو عليه والله يعني بسأل عشان لازم نحييه فعلا احنا هنا بنعمل سو سكوير احنا عملنا حفلات جبنا كل مطربين معظم مطربين انت لسه هقولك بقى ليه ما تعملوش كونسرتس عالمية بقى وحاجات كده عملنا اولا كل ما هو ليه مش بنسمع حاجه عنكم انا مش فاهمه لا احنا دي عملناها في الاول في بدايه عملنا ماركتنج لسوهو سكوير الماركتنج اللي اتصرف على سوهو سكوير ميزانيه رهيبه باين
رهيبة جدا جدا. لا احنا جبنا راغب علامة عاصل حلاني هيفاء نانسي عجرم نيمت من المصريين جبنا كان موجود حمائي جي يعني من الاجانب نغبة كبيرة قوي من الفنانين. طب عايزين تاني انا بدعو حضرتك بدعو قناة النهار من النهاردة يوم 20/11 عندنا حدث اللي هو البيك سويتشون. انا بدعيكم انكم تيجي تحضروا لان ده حدث. ايه بقى ايه ده بقى؟ ده اضاءة انوار رأس السنة. المكان ده بيبقى فيه اكتر من 15,000 واحد جميع جنسيات العالم. جايبين كابيتال راديو في لندن اوريدي بتعمل دلوقتي دعاية للإيفنت ده في كل انحاء انجلترا. جايبين تو فرقة الاي بي سي وبيليندا اوكي دول كانوا اشهر مغنيين في الايتيز في الثمانينات وهيعملوا الايفنت والسيد المحافظ هو اللي هيعمل بيدي بيدوس. انا معجبه قوي بالسيد المحافظ ده بجد عامل مجهود كبير قوي بجد. هو بيدوس على الزرار بتاعت اضاءه الانوار وبتبقى لحظه انا مش عايز اقول لحضرتك انوار ايه يعني كله بيبقى عباره عن حته كريستال. انا مش عايز احرق المفاجاه لكن انا بقول لحضرتك من خمس احنا معزومين طبعا انتوا هتنوروا وكل المصريين كل السياحه الداخليه ولو العرب سمعنا السعوديه والمغرب واحنا عندنا جمهور عظيم في كل البلاد دي تعالوا احضروا الايفنت ده يعني حضرتك بتقول انه حاجه مبهره جدا. تعالوا شرم الشيخ قريبه جدا جدا منكم وزي ما انتم شايفين الناس بتقول قد ايه الناس فريندلي ولطيفه مع الناس ولو انتم شايفين الهدوء والسكون اللي احنا فيه والنظافه والنظام والجو الحلو قوي احنا بتهيألي في احلى وقت الجو شرم الشيخ من احلى شهور في شرم الشيخ. هو شرم الشيخ بقت على مدار السنه كلها بتستقبل السياح. في الاول كانوا بيقولوا ان في الشتاء في شرم الشيخ لكن في اخر 5 سنين حقيقي لاحظنا ان اكبر جنسيه بتيجي شرم الشيخ الانجليز لان الجو فيها دراي ما فيهوش رطوبه هم ما عندهمش شمس خالص والايطاليانز برضو بيجوا في الصيف كتير جدا وابتدت يعني الجذب بيجوا بعيالهم البيبيهات. بص يا راضي بيجوا ببيبيهات صغيره يعني مش حاسين مش امان ولا اي حاجه. طبعا هي شرم الشيخ يعني معروفه ان هي فاميلي ديستنيشن وبعدين السياحة العربية بصراحة ابتدت من السنة اللي فاتت ان هي برضو يتشجعوا ويجوا شرم الشيخ. هي الاول كانت بتيجي في المواسم بس في العيد الكبير العيد الصغير الكريسماس ونيو يير لكن لاحظنا الفترة دلوقتي على مدار السنة هي على مدار السنة ودي طبعا عنصر مهم جدا للدخل السياحي. يا غالية يا مصر رحنا ونراه يني لحياتك يا مصر يا أرض يا غالية يا مصر رحنا ونراه يني لحياتك يا مصر لولا كان ميلادي في أرضك.